السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ معكم أخوكم بسام من قناة جيم أوفر تايم حلقة جيم أوفر، واليوم عندي لكم فيديو بوريكم طريق مختصر من الأندد بيرك. أكيد أغلبكم يعرف هذا السلم، وتلاقي هنا ثرومن نايف في نطة غريبة خنفشارية حلوة تعلمتها من خالد. تنقز من هنا وحاول أنك تزبطها، وبعدين أجري وأرمي نفسك على الناحية هذه. الناحية هذه أظن أغلبكم يعرفها، اللي هي المنطقة اللي توديك على زعيم الكابرا. أنا ليش بوريكم هذا الطريق مختصر؟ لأنه أغلبكم يبغى يجيب الراث أوف جاد، وعشان تجيب الراث أوف جاد لازم ريا تطلع، فعشان ريا تطلع لازم تهزم زعيم الكابرا. شوفوني دخلت عند الكابرا بأسرع وقت ممكن. يمديك تسوي الحركة من أول ما تبدأ الشريط، الكابرا ما أظن إنه مرة صعب. فشوفوني أنا فكرت طريق، يمديك بنفس الوقت تخش الدبث وتجيب اللارج إمبر عشان تطور أسلحتك بلس 10، وغير كذا يمديك تفك الطريق المختصر وتروح للبياعة هذه تشتري من عندها الشغلات اللي أي شيء يعجبك. وبس هذه يعني الهرجة كلها. عشان تخلي ريا تطلع لك في لازم تهزم الكابرة، بعدين تطلع لك هنا في ذا المحل، تطلع لك تكلمها، بعدين أروح أتجه للكاتاكوم وأهزم البنويل. أغلبكم يعرف ذا الشيء. بعد كذا تروح تخش التوم اوف ذا جاينت وتلاقيها ما شاء الله تبارك الله تاكيه هنا، تكلمها تقول لك انه في اصحابها تحولوا صاروا هولو وانقذني لو سمحت، فتروح تذبحهم ترجع لها تعطيك ريبلنشمنت وتشكرك. بعد كذا بتتجه للكنيسه وحتلاقيها هناك محل ما لقيت الفاير كيبر سول، فتروح هناك وتصير بياعه. بدك تتعلم من عندها جستر، بدك تشتري ضربات، بدك تشتري كل شيء. لو اذا اشتريت كل حاجه ريا على طول تختفي وتروح الارشيف، ويمديك بعد كذا تقابلها هناك وتكون هولو تحاربك، بس جدا ضعيفة ما اظن مرة صعبة وبتتعبكم. فهذا كل اللي عندي شباب، هذا فيديو بسيط يوريك كيف تجيب راث اوف جاد وكيف توصل للبياعة وكيف تفوق الطريق المختصر وانت لسه في اول الشريط. هذه حركة جدا حلوة يا شباب، يعني الطريق المختصر جدا سهل، بدل ما تروح الكنيسة وتلف وتدور على طول يمديك تروح و يمديك تجيب اللارج امبر تطور سلاحتك بلس 10، البياعه تفك الطريق مختصر وتجيب راث اوف جاد من اول ما تبدا الشريط، فجدا سهله. وغير كذا لما تهزم بنويل يمديك تقوي النيران وتخليها بلس 20، فجدا جدا بسيطه. انا ما اظن انه الكابرا والبنويل جدا صعبين، من اتفه الزعماء يعني سهلين. فهذا كل عندي شباب، اتمنى الفيديو هذا عجبكم. اذا شفتوا اللقطه في البدايه اللي حقت النطه حاولوا تعيدوا الان لما توزنوها وتيجي على الوزنيه، هي جدا سهله السلم، وحاول انك تدحرج بعدين اجري وارمي نفسك على الناحيه الثانيه. زي ما انتم شايفين دحين انا اشتريت كل الضربات منها راث اوف جاد. وهذا كل اللي عندي شباب، اتمنى الفيديو هذا عجبكم، واذا عندكم اي استفسارات قولوا لي تحت في الكومنت. يلا نشوفكم على خير يا شباب، مع السلامه.